شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير، رمضان كريم، ان شاء الله مرتاحين. شوفوا هذا الشباب، بس صعدت قد بس قطع بعيون السود، هذا غريب، هذا اللي مطقع بزرق غريب، همين يعني صار له 3-4 ايام هم نايمين، انا اخو بعض طيره هم غريبه، لاني الفراخ 14 مطير فرختين، هذا واحد وهذا اخو. هاي تجربه مشطلات طبعا، لاني انا مشطل الورا، لاني 14 بدمه يعني ما مضربين على تيدي، لا لاني بيور يعني من ام واب 14، وهاي هم الحمر هم مطير، هاني هاي مطير لانه مات الحلة ذات تتذكروهن اللي برجن من هالصفحة، مات الحلة. وين الغريب؟ ذاك الغريب وهذا البصراوي همين بعد باقي ما راح، هذا وصل يومين. والبترات التور دزيت الولد احمد ابو الفرخات اللي طير هنا فرخات، خابرته قلت تعالوا خذني وجي اخذني، هذا واحد من الـ14 وهو ظل عالي هسه ينزل، هذا حط ذاك اخوه فوق، ان شاء الله يومين ثلاثة راح ابدي اطير التور مال السباق اذا الله سهل، وهمين هاي بشارة خير الحمد لله، عندي ذني شتريات فقدي سن، لا حد يقول لي ليش الطور اخضر، عمي ما بي حيل ابدل ما يوكل، هذا الحمد لله فرخ، وهذا الثاني بس واحد زق زين واحد مو زين، يرتب لنا هن الاميات. وعندي بعد زوج الا خم فقس انا اتصور يمكن ذني، والله ما لا ذني بعدهم، ذني بعدهم يمكن ذني، اي هاي بقى هاي يلا بلقاه خم فقسه وحده وحده، كله خم نقره، هاي بنقره وهذا الملبن زاقاته، اصبر اصبر ان شاء الله ذني يعني، هاي زوجين وهذا الزوج بيضه لاحق ان شاء الله، وهذا الزوج هم شتري هم بيضه لاحق يعني هالايام ان شاء الله، وهاي الطبقات الجديده، هذا ال 14 طائرات هذا ابوهن، هسه فردته من طيرته ال 14 طببت على تيدي سخي، هذا الابن وهاي امهن طبقتها هم على فعل تيدي، ذاك ابني ما شاء الله فوق البيت، وهذا الغريب الاشلح اللي راويكم اللي في حل الحمر، في حله موجودات، شفت الشباب يسيلون عليهن خير وسلامة الحل، هاي شاملي وهاي الباقي اللي بحلو ذاك الكمر لي، هذا القفص الثاني، طبعا خاليني بقفصين تقريبا 80 فحل ما حاسبين والله، كل اشكاله حلوه اللي في حله مالتنا شباب، خل اصوركم اياها زين، ما شاء الله كلها في حله حلوه اعمارها حلوه طيوره يعني تعتبر جلده فرخ، وطول شاب عخبط وشاب عهزيمه، ما بس ما بيحن يعني، بس ايش دراوكم اياها يعني ما بيحن، ما شاء الله في حله كلها حلوه، والله عبالنا نجيب لنا وجبه مال الفرخات ونصعد، والله صعد الحمر فوق يعني،
وزواجي ينزلن جوا هذا، بس ما اعرف هما السالفة ما اعرف. جوز من هالفترة ان شاء الله نسوي هاي الفقرة، هذا الفرق 14 فبعد ما ادري. طبعا وكلت الطيور انا كلهم طيتها اكل، بس بعد فر المي عليهن. طبعا خالين صواني يعني المي، يعني حارة وطوارة صغار راد لهم نزل للسوق، تعرفوا رمضان وحارة ان شاء الله. بس افراغ انزل للسوق اما اجيب لي شم طور، هذا ابو 15 لتر، شوف ايش قد هذا الكوار. وهذا مقتنع يبقى ما يروح. هاي مي يراد انه تنظيف، يراد انه تنزل ذيك الغراض همني والله. هذا راح ابقي الفحل وياه، بين راعي هلا بيجي ياخذه، ما بين راح ابقي طير واحد. هلا ذبلهم فطاسه مالك. طبعا الجريدي هم شفت والله، الجريدي والله او بزونه ما متاكد، بس شوف الدم بالقاع يعني ماخلات من الافراخ. هاي فرختين، هاي فرختين، هذا فرخ، هذا واحد، لا هذا واحد، هذا اثنين. ذني امهن عيون السود والفحل اللياني. شهدنا والله بعد هنا، هاي هنا فرخ، هاي فرختين، هاي فرخ، هذا فرخ، ما تقريبا 10 فرخات. اثنين اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 فرخة والله. اثنين ذني هيجي يعني 10 11 فرخة. بس صرت اجرب الفرخات مال الشتريات، ان شاء الله راح اخرجهن بطريقة مختلفة، وراح اصبغهن فالصبغ مختلف، وراح القحن لقاح مرتب، حتى شوي نحافظ عليهن ونخرجهن ونشوف مياتهن شنو. اذا طلع لي 4 6 فرخات سوا وكبرا سوا ان شاء الله نخرجهن. ايش قد ياكل هذا خرب عرض والله. والله شفت ولد ناشرين بيض مكعكلات 57 طير، بس يريدن ب 45 دعوة 45 لو ب20 مثلا شو انا اخذتهن. طب اقول لك ويا ذني بيض نبي ذني بس مكعكلات 20 بالفيسبوك شفت، ولو هسه ذني 100 يعني عدد حلو طابر كافي، عدد 100 حلو. ان شاء الله باكر ذا قاعد اطير لكم الخمر اذا الله سهل. وضاء طلعت للمحل ان شاء الله غير يوم. توم شباب لا تقصرون الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، الامور هاي، لايكاتكم. لا اشوف شم شخص دا يعلقون تعليقات يعني ما حلوة، من انشر حمام للبيع وهاي الامور هاي. شباب يعني ما تسوى انت تسمع حكاية مني ما حلوة، لو سمعين حكاية ما حلوة. شفت المنشور عجبك خلي لايك وتعليق، ما عجبك عوف خلي يولي، ما عاجبتك القناة اطلع منها خلي تولي، عاجبتك حياك الله وهلا بيك. احنا جاي نتونس، واحد يقول لي سوي مونتاج، واحد يا مونتاج يا شباب رحمة الوالدين، انا جاي اتونس وياكم ونغير جو لا اكثر ولا اقل. لا رايد شي من القناة ولا هالامور هاي الحدث، مجرد جاي اتونس وانشر وياكم ومستمر على هاي الطريقة. لا راح اسوي مونتاجات ولا هالسوالف، راح اصور بهالتليفون مالتي وانشر. واحد يقول لي الصيد وما صيد، عم انا ما ادور صيد، انا ما ادور صيد شباب. اذا على الصيد القنوات مال الصيد مشمره، هناك قنوات مال الصيد وهاي سوالف التعبان انا ما احبها.
انا لا ادور صيد، انا اعرض لك طير حلو، اعرض لك طير طيارة، اعرض لك طريقة حلوة مال تخريج، وانسى ما وانسى مال المخباط السوالف، بس الصيد ما صيد انا ما اهتم له. انا العمر اصيدهن لان داير مدايره حرب، لان الداير مدايره حرب انا اصيد الحمر، ولا لو صلح وياهم ايضا هم ما اصيدهن. وهاي تو هاي قبالكم، هذا غريب، هذاك مطقع بزرق الثاني غريب، اكو طيره بيها حلقه صفراء وحمراء هم غريبه، البصراوي غريب، اثنين تور ذن البتر طيتن صاحبي هم غربه كان هن ملاته وعافن ظلن يمي وما اجى عليهن، بعدين قلت له يابا تعال خذهن، قال لي ما اريدهن، بعدين قلت له تعال خذهن، ما طول طيورك شدت هن بعمر طيورك جاء اخذهن عاد. فانا هاي الامور ما صيد ما صيد والسوالف بعد 100 سنة ما اسويها، ولا احول القناة مالتي الى قناة صيد وما ادري شنو، كل واحد خال مقطع فيديو ناشر له صيد اليوم وخال 3 رزازي، شنو السالفة شباب؟ والله حتى حرام، كفي لكم الله اللي يصيد طير ويعرف راعيه وما ينطيها حرام. فأنا ما ادخل بهاي الامور شباب، صيد وما صيد انا ما احب اصلا، انا هذا طير هياته كامل جناحات، كفي لكم الله كامل حتى ما يطير، يجي راعية يعطيه اياه، ما يجي راعية ضال هنا لحد ما هو يروح. ان شاء الله بس انطوني مجال فترة بسيطة. هذا بالبصراوي شوفوا شباب خطيه، وهذا البصراوي مالته هياته، ودا طيراني وما يروح له، ثبت هذا عنده بصراويات وعنده زواجن، هاي طيور هياته بس نطيري بصراويات زواجن سوا، وانا يعني ما اعرف الولد، ولا يبين من يمي يعني ما يبين السطح مالته والبرج. هذا فوق ما شاء الله، هذا اكشن كنا نزل سريع، بس ملوى هوا ماكو، بصراوي يحب الهوا شباب. اي في الطير يبين راعية هلا بي، ما يبين هاي شو يسوي له بعد، وظل ويا طيور حد ما يروح هو. هاي البصراوي اطمع هذا الجيران، ان شاء الله شباب اعطوني مجال بس خلي يجي الفرخات مال الشتري حتى اصور لكم طريقه التخريج مال الشتري، لان له طريقه خاصه، ان شاء الله اصور لكم الطريقه الصحيحه للشتري وترتيبات حلوه اذا الله سهل، وان شاء الله خير. والله شباب عيني لا تنسون الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس، الامور هاي. تحياتي لكم شباب.